بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد انتهينا من الكلام عن قصة ذلك الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى قصة هذا الملأ، وأنهم طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ربنا سبحانه وتعالى قائد حتى يستطيعون الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى معه، وذكروا المبرر والحيثية لهذا الجهاد، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فنقول المبرر عندهم قوي، وعلى ذلك نزعت منهم وسلبت منهم الديار والأموال، وعلى ذلك طلبوا أن يبعث لهم ربنا سبحانه وتعالى ذلك القائد حتى يقاتلون معه الأعداء ويستردون ما فقدوه من البلدان وكذلك الأموال. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أن القوم نكلوا عن الجهاد في سبيل الله وقعدوا عن الجهاد بعدما فرض الله عز وجل عليهم الجهاد، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قلنا دايما الدافع للقعود عن الجهاد أو النكول عن الجهاد هو حب الإنسان للدنيا، حب الإنسان للدنيا، مخافة أن تفوت منه هذه الحياة، مخافة أن تفوت منه هذه الحياة. وكان المقدمة كما بينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة ذلك الملأ الذين خرجوا من ديارهم بعدما حل بها الوباء، خرجوا من ديارهم فرارا من الموت، وأن الله تبارك وتعالى قال لهم موتوا ثم أحياهم ربنا سبحانه وتعالى. حتى نعلم أن الموت يأتي إلى الإنسان وتفوت منه الحياة ليس بالحتم واللزوم عن طريق الجهاد، ولكن نقول ربنا سبحانه وتعالى قدر على الإنسان الموت وقضى على الإنسان بالموت وحكم علينا بالموت، قلنا سواء جاهد الإنسان في سبيل الله أو قعد عن الجهاد، يبقى ليس بالحتم واللزوم أن الجهاد في سبيل الله حتفوت معه الحياة، لكن نقول خوف الإنسان من فوت الحياة بيدفعه إلى القعود عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا أخرتنا، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يبقى الإنسان كده يعلم أن الله تعالى حكم وقضى علينا بالموت سواء جاهد في سبيل الله أو قعد عن الجهاد، وأن الجهاد في سبيل الله ليس معناه أن حياة الإنسان حتفوت ومن غير الجهاد لا تفوت، نقول لا. يبقى يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أن الموت يأتي الإنسان حتى لو كان في برود مشيدة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أولئك لما كتب عليهم قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا قل متاع الدنيا قليل. يبقى نقول على ذلك لو الإنسان بيطلب الحياة لماذا بيطلب الحياة؟ نقول لو امتدت بك الحياة لنهاية الدنيا فهذا متاع قليل، هذا متاع قليل، ودايما يبقى أهم الإنسان إلى الآخرة،
والآخرة خير وأبقى كما قال ربنا سبحانه، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى دايما هم الإنسان، همة الإنسان متجهة إلى الآخرة، متجهة إلى الآخرة. طلب الإنسان للدنيا نقول لو حزت له الدنيا بحذافيرها وامتد به العمر حتى نهاية الدنيا، الدنيا إلى زوال وإلى فناء، لو طال به العمر يبقى على ذلك نقول حيموت بعد 100، بعد 200، بعد 1000 سنة، بعد نقول أكثر من 1000 سنة، وماذا بعد الموت؟ كما قال موسى عليه السلام لملك الموت لما أتاه ثم فقع له عينه. وبالتالي نقول ربنا سبحانه وتعالى رد عين ملك الموت وأرسله إلى موسى أن يضع يده على متن ثور، وبكل شعر له عام. قال له موسى ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال الآن. يبقى لو نقول الإنسان هيعيش 1000 سنة حيموت، لو نقول عاش أكثر من 1000 سنة حيموت، عاش 100 سنة حيموت. يبقى ربنا سبحانه قضى عليه بالموت، يبقى سواء جاهد في سبيل الله أو قعد عن الجهاد. يبقى على ذلك نقول إياك أن تظن أن الجهاد في سبيل الله يفوت عمر الإنسان أو يقصر من عمر الإنسان، هي أعمار وآجال معلومة ومحددة كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما كتب عليهم القتال وكان نقول المبرر الذي كتب من أجل ذلك الجهاد هذا مبرر قوي، قلنا على أساس سلبت منهم البلدان والأموال وأخرجوا من ديارهم، ولكن لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. إبا أكثر القوم تولوا عن الجهاد وأعرضوا عن الامتثال لأوامر ربهم سبحانه وتعالى، وأعرضوا عن الامتثال لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات لكي تتكلم أنه لا يصح الإيمان إلا مع الاختبار. يبقى نقول ما الذي يظهر صحة أو صدق الإنسان في الإيمان من عدمه؟ نقول على ذلك الابتلاءات، يبقى الأوامر النواهي. يبقى نقول أن المؤمن بيستجيب لكلام ربه ويمتثل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى ويترك أيضا المخالفات. لذلك لما فصل طالوت بالجنود ذكر لهم هذا الابتلاء، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. يبقى نقول ده العدد اللي خرج مع طالوت ده هو كان قلة، الكثرة نقول أعرضت كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، تولوا إلا قليلا منهم. يبقى اللي خرج مع طالوت كان حجم أو كم قليل، نقول كل الكم الذي خرج أو كان سيخرج مع طالوت على ذلك لما كتب مع عليهم القتال تولوا إلا قليلا. يبقى أكثر الجموع تنحت عن الخروج مع طالوت وما خرج مع طالوت إلا طائفة قليلة. لما ابتلاهم ربنا سبحانه وتعالى بذلك الابتلاء فشربوا منه إلا قليلا منهم، يبقى ذكر لهم إن ده ابتلاء، إنهم حيصابوا بالعطش الشديد والمطلوب أنهم يصبروا على ذلك العطش، حيمروا على الماء. ممكن الإنسان يصبر على العطش لعدم وجود الماء فيظهر في ذلك صبر هذا الإنسان، لكن الصبر نقول عند ذلك في هذا الموقف يبقى نقول عطش شديد والماء موجود والمطلوب عدم الشرب من ذلك الماء. ده كان ابتلاءهم كما بيّن لهم طالوت، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. اللي حيصبر وعلى تحمل العطش يبقى ده اللي حيصبر عند اللقاء، ولكن نقول إن هو سمح لهم بجرعة من الماء فشربوا منه إلا قليلا منهم. يبقى حتى نقول الجموع القليلة التي خرجت مع طالوت لما ابتلوا بذلك الأمر تنحى أيضا، نقول الأكثر يبقى سقطوا بذلك الابتلاء ولم يصبروا على العطش، وما صبر مع طالوت إلا القلة، إلا قلة نقول من القلة الأولى. ولذلك قال فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يبقى نقول ده قليل من قليل، ومع ذلك لما جاوز بقى النهر على ذلك قالت طائفة، قالت الأكثرية قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قلنا دول قرأوا السنن الكونية
وعلموا أن الله أن العاقبة للمتقين كما قال ربنا سبحانه. ولذلك إحنا هذا موسى عليه السلام لما نقول فرعون قال سنقتل أبناءه ونستحي نساءه وإن فوقهم قاهرون، قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى لابد أن هذا يكون يقين جازم، يبقى ثقة الإنسان برب سبحانه وتعالى، نعلم أن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. لكن يبقى دول قوم أخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى وأخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى، وبالتالي هؤلاء إذا قاتلوا الأعداء مهما كان جمع الأعداء فهؤلاء يهزمونهم بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل مع الصابرين. ولذلك قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى نقول هؤلاء آمنوا بربهم وصدقوا الرسل وامتثلوا لأوامر ربهم سبحانه وتعالى، وأيضا قرأوا في سنن الله سبحانه وتعالى الكونية، وبالتالي كان يقينا جازما في قلوبهم أن العاقبة للمتقين وأنهم لا ينتصرون على العدو لا بعدد ولا عداد، ولكن بلجوئهم الدائم إلى ربهم سبحانه وتعالى وبتوكلهم على الله عز وجل بعدما يأخذون بكل سبب من الأسباب المشروعة. لذلك لجأوا الله عز وجل عند ذلك لما برزوا الجالوت وجنوده، يبقى عند الالتحام قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، قلنا كفى ببريق السيف فتنة، فتنة عظيمة جدا سالة الجهاد، وبالتالي قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وما النصر إلا من عند الله. لذلك يستمطرون ذلك النصر، أخذوا بكل سبب الأسباب يبقى المشروعة، ومع ذلك لم يركنوا إلى هذه الأسباب، ولكن نقول القلوب كانت مقبلة على الله سبحانه وتعالى توكلا على الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أن النصر من عند الله، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يصرف هذه الأمور. ولكن لما أخلصوا ذلك الدين وهذه العبادة وأفردوا الرب سبحانه وتعالى بالتوحيد فربنا سبحانه وتعالى نصر هؤلاء فهزموهم بإذن الله. يبقى لو إحنا بننظر كده إلى الكفة المادية الحسية نقول من ظاهر الكلام أن الكفة الحسية لصالح الكفار، يبقى نكون أكثر عددا أكثر تجهيزات للسلاح لغير ذلك، لكن نقول هؤلاء هزموهم أنهم يعلمون أن النصر من عند الله ولجوا بكليتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك كان دعاهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت، يبقى داود دا كان تحت راية طالوت، وقتل جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يبقى نقول على ذلك لو لم يكن هناك طائفة مؤمنة قوة مؤمنة يبقى تجابه هؤلاء وتدفع هؤلاء، يبقى نقول لا انتشر ذلك الفساد نتيجة الكفر والشرك والإلحاد ونقول ارتكاب المحظورات والمخالفات، لكن نقول الطائفة المؤمنة بتدفع وتذب عن دين ربها سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا بتحاول دفع ذلك الباطل والقضاء عليه. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه هذه سنة التدافع، وأن الدنيا ميدان لمعركة قائمة بين أهل الحق والباطل، هذه معركة نقول مستمرة مستديمة لا انقطاع لها إلا بانقطاع الدنيا. يبقى الدنيا كلها ميدان معركة، معركة قائمة بين أهل الحق والباطل، وبالتالي ينبغي أن تكون من أهل الحق الذي يدفع عن دين رب سبحانه وتعالى وينصر ذلك الدين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، من فضل سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الطائفة المؤمنة وأن الله تعالى أيد هذه الطائفة المؤمنة. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، يبقى نقول أن الله تعالى أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، يبقى نقول بوحي من السماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمن هؤلاء. دي قصة بتحكي لنا عن الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام، فنقول حتى أعلموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بتنتقل بعد ذلك الآيات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله
ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يبقى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يبقى على ذلك في أفضلية في الرسل، وخير هؤلاء الرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم ولا فخر، بيده اللواء كما قال وكما بيّن، وهو صاحب المقام المحمود. فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كما فضل الله عز وجل موسى بالكلام، وفضل داود بالزبور، وهكذا. فقال لنا ربنا سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ده موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يفاضل بين الناس، وكذلك يفاضل بين الأنبياء. نقول على ذلك يبقى كل الأنبياء هؤلاء هم الصفوة المختارة الذين اكتباهم ربنا سبحانه وتعالى واصطفاهم وهداهم إلى صراط المستقيم، وانتدبهم ربنا سبحانه وتعالى لدعوة الخلق، وأيضا بيان طريق الحق لهم وبيان الطريق المستقيم، وكانوا يدعون القوم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولكن منهم من اتخذ ربنا سبحانه وتعالى خليلا كإبراهيم عليه السلام، وكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كلم الله قلنا كحال موسى عليه السلام، وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أيضا أنه فضل داود بالزبور. ولكن نقول أفضل هؤلاء الأنبياء والمرسلين هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو نقول خير الخلق على الإطلاق، هو سيد ولد آدم ولا فخر كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. يبقى في أفضلية، نقول على الرغم أن احنا بنقرأ في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلون على يونس ابن متى، ولكن هذا إما أن يكون من باب التواضع، أو أنه قبل أن ينعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الخلق وأفضل الرسل على الإطلاق. يبقى أفضل الرسل بيد لواء الحمد وهو صاحب المقام المحمود. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما، وآتى داود الزبور، وفي هذه الآيات فيها بيان الأفضلية، ونقول هذه الأفضلية بين الرسل الأنبياء، على الرغم أن المجموع هي الصفوة المختارة، هم الذين اكتباهم ربنا سبحانه واصطفاهم وهداهم إلى صراط المستقيم، كما نقرأ ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. يبقى جاءت الرسل بالحق، ولكن هناك طائفة آمنت واتبعت ذلك الحق، وطائفة تولت وأعرضت وكذبت بهذا الحق. ولذلك نقول يبقى وجود الكفر والإيمان من أجل ذلك شرع الجهاد، أجل ذلك شرع الجهاد كما بينا في الآيات السابقة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يبقى على ذلك نقول جاءت الرسل بالبينات، فهناك من آمن وهناك من كفر، فوجود الإيمان والكفر من أجل شرع الجهاد، وطلب من المؤمنين أن يدفعوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. وقلنا أن مهمة المسلم هو دفع الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وحمل الناس على التوحيد، وعلى ذلك المطلوب من المسلم هو إزالة ذلك الشرك ومعالم الشرك من على ظهر الأرض. يبقى لذلك نقول الجهاد شرع من أجل نقول تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى، تعبيد الناس لربهم، وأن الدعوة لدين الله بتحتاج إلى حماية، تحتاج إلى قوة، يبقى بتحتاج إلى قوة. وبالتالي على ذلك يبقى الجهاد شرع
من أجل نقول إزالة الكفر ومعالم الكفر، والمطلوب من الطائفة المؤمنة هو أن تذب عن دين ربها سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ربك فعال لما يريد، فنقول هذا شرع الرب سبحانه وتعالى، وهذا ما شرعه ربنا سبحانه وتعالى، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني هذه المزايا والمنح التي في الجهاد في سبيل الله كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الجهاد في سبيل الله يبقى بالحجة وبالبيان، وكذلك نقول ليس بالحتم واللزوم أن يكون بهذا السلاح المادي فقط، أن البعض يقيد الجهاد أنه هو بهذه الصورة. لا، ده الجهاد أساسا في دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتحمل ذلك الأذى. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى كيف يكون جهاد الكفار جهاد المنافقين؟ يبقى على ذلك نقول بالحجة والبيان. قلنا إحنا بنحارب في ديننا، نقول الكفار بيحاربوا المسلمين في دينهم. بغية الكفار هو دفع المسلم أن ينحرف عن المنهج وينحرف عن طريق رب المستقيم. وبالتالي ذكرنا قبل ذلك أنهم يستعملون أي وسيلة من الوسائل تحقق لهم ذلك المراد. وبالتالي نقول هذه بالغزو الفكري، ونقول أساسا بدفع الناس بأي وسيلة من الوسائل أن ينحرفوا، نقول بالشبهات بالشهوات، يبقى كل ده أساسا لكي يدفع المسلم أن ينحرف. نقول بغيتهم هو أنك أنت تترك هذا المنهج، أنك أنت تنحرف عن طريق ربك المستقيم، أنك أنت يعني تتعامل مع الكتاب كأنه كتاب مطالعة كتاب قراءة فقط، لكن ما يكونش أساسا أعمال الإنسان موافقة لما ورد في كتاب رب سبحانه وتعالى، أو يعتمد الكتاب والسنة في كمنهج حياة. يبقى دي بغيتهم أساسا، دي هذه بغية هؤلاء. إزاي يدفعك أنك أنت تنحرف عن المنهج وتنحرف عن طريق ربك المستقيم؟ نقول بأي صورة من الصور. يبقى من أجل ذلك كانت الشبهات، نقول كانت الشهوات وتيسير أمر المعاصي والمخالفات، كان نقول بالتشكيك، وكذلك أيضا بالغزو الفكري. يبقى نقول بالغزو الفكري، يبقى على ذلك حتى نقول أن المسلم أو بعض المسلمين بيصابوا بهزيمة نفسية، هزيمة نفسية. وبالتالي احنا بنرى كده في عصرنا البعض يتطلع ان هو ان يكون من اهل اوروبا، هو بيتطلع الى ذلك. والبعض لما يسافر الى بلاد الغرب فياتي على ذلك كده، نقول يعني وكأن عنقه ممدوده مرفوعه لانه سافر الى بلاد الغرب، او تزوج بامراه اجنبيه او غير ذلك. نقول هزيمه نفسيه، هزيمه دي اثر الثقافه الغربيه واثر ذلك الغزو الفكري. قلنا حتى رأينا أن المسلم بيحاول حتى نقول في ملبسه في عاداته في تقاليده في مطعمه في مشربه أن يكون مقلدا للغرب، وهذا هو نقول مدى الرقي الذي ينظر إليه لو كان مقلدا للغرب. يبقى مقلد الغرب كده في الكلام، مقلد الغرب في نقول في العادات في السلوكيات، مقلد الغرب في الملبس. وبالتالي نقول هو بيظن أنه وصل إلى أرقى المراتب والدرجات. نقول هزيمة نفسية، هزيمة نفسية بيصاب بها المسلم الضعيف الإيمان الذي ليس له رابطة برب سبحانه وتعالى ولا بالكتاب ولا بالسنة. ده أمر ملحوظ، أمر مش محتاج إلى حكاوي كثيرة، ولكن ده أمر ملحوظ. فنقول إن المسلم يعتز أنه مسلم، ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ذلك في كتابه. إن الإنسان لابد أن يرفع ذلك الشعار ويرفع هذه الراية، أقول في كل مكان وفي كل موطن أنا المسلم، كما علمنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى نقول على ذلك شرف وفخر لك إن أنا أرفع هذه الراية أقول أنا مسلم، لكن مش راية بلا مضمون، راية تحكي ذلك المضمون الصحيح. وكما بين لنا ربنا سبحانه: ووصينا الإنسان بولديه إحسانا حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، إني تبت إليك وإني من المسلمين.
يبقى المسلم كده يعتز بدينه، نعم، يفخر بدينه، نعم، يتشرف ان هو ينتسب لهذه الملة، نعم، بس الكلام ده مش راية بلا مضمون، مش عبارة عن شعار كده نقول براق بلا مضمون حقيقي، لا، ده بيدل على مضمون حقيقي. انا المسلم ترى إسلامي دايما، نقول في إيماني، ترى في سلوكياتي، ترى في معاملاتي، ترى في أخلاقياتي، في أي تصرفات ترى هذا الإسلام في كلامي، يبقى على ذلك نقول لأن حياتنا نقول هي عبارة عن ترجمة لما في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى نقول هذه حياتنا كلها ترجمة للإسلام، ترجمة، إن تكلمنا نتكلم بما يوافق الكتاب والسنة، أعملنا سلوكياتنا بما توافق الكتاب والسنة، لا نخرج لا بقول ولا بفعل عن الكتاب والسنة. وبالتالي أنا المسلم أرفع هذه الراية وذلك الشعار. يبقى أنا المسلم نقول يبقى راية، يبقى لها مضمون حقيقي نراه في أقوال وأفعال الإنسان، ولكن الله يفعل ما يريد، يبقى ربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد. يبقى الكفر والإيمان كان من أجل ذلك تشريع الجهاد، ومطلوب من المسلم أن يدافع عن دين ربي سبحانه وتعالى وأن يذب عن دين ربي سبحانه وتعالى، ويبقى ومع علمي ويقيني، وما النصر إلا من عند الله. تأتي بعد ذلك الآيات بهذا النداء، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحث العباد على فعل الطاعات، خاصة النفقة، نفقة بكل وجوه النفقة، سواء كانت النفقة في سبيل الله اللي هي في الجهاد، أو النفقة بصفة عامة على الإحسان إلى اليتيم وإلى المسكين وإلى الأرمل. أنفقوا مما رزقناكم، وقلنا عشان يسهل علينا أمر النفقة ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بحقيقة هذا المال، وأن ذلك المال في الحقيقة مملوك لله سبحانه وتعالى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أنفقوا مما رزقناكم. إبدأ نقول لولا أن الله تعالى قدر لنا ذلك الرزق ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نصل إلى هذه الأموال، لكن وصلنا إليها إزاي؟ لأن الله تبارك وتعالى قدر لنا ذلك، قدر لنا. ما نقولش الله ده بكسبي أو بحرفتي أو بمهنتي، نقول حتى الحرفة والمهنة، يعني من أين لك بهذه الحرفة التي تكسب بها المال؟ يبقى الإنسان لو ظن كده هو بيتكسب المال لأنه هو نقول له مهنة معينة تكسب من خلالها، نقول من أين لك هذه المهنة؟ يعني من أين لك؟ هل إحنا ولدنا بهذه المهنة؟ لا، ده بالاكتساب. لولا الله تعالى يسر لنا وسهل لنا طريق التعلم لهذه المهنة ما كان يعني لنا أن نتكسب من خلالها، لأننا لم نكن من أهلها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى إحنا وإحنا خرجنا من بطون الأمهات كده لكان فينا الدكتور ولا المهندس ولا نقول المحاسب ولا نقول كذا وكذا، ما كانش فينا المهن دي أبدا لما خرجنا كده. هل انت لما يبقى المولود حديث الولادة ده احنا هنميز ده دكتور طبيب ده او ده مثلا مهندس او ده كذا؟ ابدا، ده ربنا سبحانه وتعالى نقول اخرجنا من دون، ليس لنا علم باي شيء، حتى نقول بالعلوم الدنيوية حتى بالمهن والحرف اللي احنا نتكسب منها، ولكن كان من من الله عز وجل علينا ان يصل لنا سبيل التعلم واكتساب هذه الحرفة او المهنة اللي احنا نتكسب من خلالها المال. ففي الحقيقة لولا ان الله تعالى من علينا باكتسابنا لهذه المهنة يبقى ما كان لنا استطاع نصل الى ذلك، لكن ده رزق رب سبحانه وتعالى، هذا رزق ربي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا وجعل الاسباب. يبقى نقول من اسباب هذه الرزق نقول اكتساب هذه الحرفة او المهنة. يبقى كما نقول ان العبد لن يدخل الى الجنة بعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لن ندخل الجنة بأعمالنا ولكن بفضل الله ورحمته، على الرغم ان الآيات بتأتي وتتكلم وتقول ان الانسان لن يدخل الجنة الا بعمله وانه يجازى بعمله، نقول اصلا ان نشأة العمل ده كان بفضل الله ورحمته، ربنا سبحانه وتعالى والذي وفقنا، وده كان من افضال واحسان علينا ان الله تعالى وفقنا الى تلك الطاعات.
التي تؤهل الإنسان لدخول الجنة. فعلى ذلك دخول الجنة كان برحمة الله وبفضله، لأن ربنا سبحانه تفضل علينا ووفقنا إلى الطاعة، يبقى ده كان ابتداء بفضل الله وبرحمته. وكذلك قلنا العبد لما بيفعل الطاعة يبقى لا يستطيع إتمام الطاعة إلا باستمرارية المعونة والمدد من الله سبحانه وتعالى، وإلا لو انقطع عنا المدد لانقطعنا عن العباد، انقطعنا تمام العباد، ولكن ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى علينا، بمن الرب سبحانه وتعالى علينا. فنرجع ذلك الفضل أولا وآخرا إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى. فنقول على ذلك لما الإنسان ينفق من المال يبقى نقول على ذلك أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم، وكما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ألهاكم التكاثر حتى أقول ابن آدم مالي مالي، يعني نقول مالي مالي بنازع بدائم نقول على ذلك يحارب من أجل ذلك المال والدنيا، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى، وأما سوى ذلك قال فذاهب وتارك للناس. انظر الحقيقة كده، مالك هو ما استعملناه في حال الحياة، ده مالي، هو ده مالي، يبقى مالي اللي أنا استعملته في واقع حياتي. يبقى كما ذكرنا أن الإنسان لو عنده مليون جنيه، مليون جنيه نقول ليس لك من مالك إلا ما انتفعت به، هو ده مالك الحقيقي. أما لو أتاك الموت الآن كل ده هيرحل ويقسم على الورثة. قسم على فين مالك بقى؟ يبقى مالك ما قدمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقوا مما رزقناكم، عشان تبقى النفقة سهلة على الإنسان لما تذكر أن ده من من الله عز وجل علي، وده أساسا مرجع ذلك الفضل إلى ربي سبحانه وتعالى. يبقى حننفق، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا ذلك المال، أعطانا ذلك المال، يبقى ماذا نفعل؟ يبقى نقابل هذه النعمة بالشكر، شكر النعمة دي ان احنا ننفق من ذلك المال. ولابد ان احنا نظرتنا الى المال يبقى نصحح هذه النظرة. المال ده لم يعطى اليك من اجل الملذات والشهوات، ده المال ده وسيلة من وسائل اكتساب الدرجات عند الله عز وجل يوم القيامة. يبقى المال ده وسيلة من الوسائل احنا عشان نحقق بها العبودية، من خلالها العبودية نقول على ذلك هنحقق، يعني نقول مطالب الإنسان، حاجات الإنسان. لكن أصلا المال ده وسيلة، يعني هي مش غاية لنا اكتساب المال، لكن هو وسيلة، يبقى عشان ننفقه في سبيل الله، نتصدق به، عشان نحسن إلى الأرامل، إلى المساكين، إلى الأيتام، يبقى كل ده المطلوب، يعني هذا هو المطلوب، يعني كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقضى على رزقه فيقول ربي أهنن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. دايما التنبيه في الآيات إلى هذه القضية، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يبقى دايما كده المال هو ده استعمالاته، يعني استعمالات المال ده مش أجل أن أنا أحقق ملذات شهواتي، يبقى لي قائمة من الرغبات الدنيوية وبالتالي أسعى إلى تحقيقها، وده المال أعطى إليك لذلك الشأن. نقول لا، ده المال ده وسيلة، هذه وسيلة، يبقى زي ما بنبيع مع رب سبحانه وتعالى نفس برضك المال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وإحنا لما نيجي نقرأ في القرآن كده الآيات التي بتحث وتحرض العباد على الجهاد في سبيل الله، نجد دايما هذا التلازم والاقتران بين الجهاد بالمال والنفس، الجهاد بالمال والنفس. يبقى المال ده وسيلة، يبقى وسيلة، زي ما أنا أتقرب لربي سبحانه وتعالى بالصلاة، أتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى بالصيام، بقراءة القرآن، بالاستغفار، بالتوبة، أتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى بنفق بإنفاق هذا المال في أوجه الخير، في أوجه الخير. وآت المال على حبي ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ويطعمون الطعام على حبي. يبقى النفقة دايما النفقة، إحنا نبحث، يبقى معاك مال يبقى تتصدق بذلك المال، إياك أن تظن بذلك المال، وإلا في حقيقة الأمر أنت بتبخل على نفسك. يبقى اللي بيظن بالمال ده مش بينفقه نقول إنسان بخيل، وكان الإنسان قطورا بخيل، يعني نقول على ذلك أنت تبخل على نفسك بالثواب، إزاي تبخل على نفسك بالثواب؟ يبقى كل ما تنفقه في سبيل الله يبقى ده بيدخر إليك، بيدخر. لذلك انظر إلى فقه العلماء، يعني انظر كده شوف العلماء
ونقول يعني يقولون في مسألة نفقة الطاعة، قال يعني لا تماكس فيها، يعني ما تعودش تفاصل. قال نفقة الطاعة دي كلها نفقة أساسا بتوضع في ميزان الإنسان، ما تفصلش، يبقى كأن نفقة الألف غير نفقة 900 جنيه. يبقى لا يقول لك في مسألة الطاعة يبقى ما يبقاش فيها مماكسة، ما فيش كده فصال يعني نفقة الطاعة. قال لك لأن نفقة الطاعة كلها موضوعة للإنسان، يبقى الإنسان كده اشترى إحرام مثلا، اشترى إحرام، يقول لك أنت اتغلبت في الإحرام ده، هو ده كان ممكن تجيبه ب 80 جنيه، أنت أخذته 100 جنيه، الراجل نقول ضحك عليك في هذه المسألة، نقول دي ال 100 جنيه كلها موضوعة في الميزان. في الحقيقة كده، فأنت ما فيش نفقة ضائعة بالنسبة لنفقة الطاعات. فلذلك نقول العلماء قالوا يبقى لو كان الإنسان حتى معتاد على الفصال، يقول لك بالنسبة للطاعات نفقة الطاعات ما تفصلش فيها، لأن كل ده هيتدخل لك، كل ده هيتدخل لك، ما فيش نفقة ضائعة. نقول إن شاء الله ده البياع ضحك عليك، ده البياع كده يعني زود عليك المال، يعني نقول لا، نفقة الطاعة نفقة بتدخل للإنسان. أنفق 100 جنيه مش هنقول والله ده كان هو كان ممكن يجيبه 80 فهيوضع 80 و20 هتضيع، نقول لك لا، المئة بكاملها تضع في ميزان ذلك العبد. فعلى ذلك يبقى الإنسان بينتبه النفقة دي، يبقى أنا أنفق هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى إلى ما يقربني يا رب سبحانه وتعالى، أنا لابد ألمس كده أي سبيل من سبل الخير. يبقى لا تدع سبيل من سبل الخير إلا ولابد أن تنفق فيه من مالك، طالما أن الله تبارك وتعالى منحك ذلك المال. يبقى المال كده أنا عارف أن أنا مستخلف فيه، وبالتالي أنظر يا ترى أتصرف فيه إزاي، زي كما بينا كأن موكل وكلك في إنفاق هذا المال، وبالتالي على ذلك قال لك أن تنفق المال في صورة كذا وكذا. إيه المطلوب منك؟ مطلوب أن أنا كوكيل أنفذ هذه الوصية من ذلك الموكل، وأنفذ توجيهات وإرشادات ذلك الموكل ولا أخالفه. يبقى ده في الدنيا، والله المثل الأعلى، فالله عز وجل أعطانا المال لينظر كيف يكون تصرف الإنسان، والله عز وجل من رحمته بيّن لنا ما هي التصرفات التي تعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة، هو النفقة في سبيل الله. ما نقص مال عبد من صدقة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان النفس لو تحدثك كده ده المال هينقص ينقص، نقول لا، ما نقص مال عبد من صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان يعدكم الفقر، يعني لما تيجي تنفق كده الشيطان يعدكم الفقر. هتأتي الآيات تتكلم عن النفقة، يعني بعد كده تتكلم عن قضية المال، وأين نضع المال، أين نضعه، استعمالاته فين. يبقى زي ما احنا بنتعلم الصلاة وإحنا نتقرب الله عز وجل بالصلاة، يبقى برضك هنتعلم أيضا من كتاب الله تبارك وتعالى كيف تكون النفقة، ونقول أين نضع هذه النفقة، وبيتعلمنا قضية المال، يبقى أكتسبه من سبيل حلال وأنفقه في أوجه الخير. إحنا بناخد بيه بقدر ما نحتاج، أنا أحتاج طعام، مسكن، ملبس، لكن ما عدا ذلك لماذا تمسك ذلك الفضل؟ لماذا تمسك هذا الفضل؟ يبقى ده نقول من بخل الإنسان على نفسه، يبخل على نفسه بالثواب. يبقى زي ما أهل الدنيا بيتمتعون بالمال، هم بيظنوا كده بيتمتع بالمال، يبقى على نقول رحلات، يروح متنزهات، أي صورة يحقق له السعادة، نقول سعادة المرء في إنفاق المال في أوجه الخير، يعود عليك بالسعادة في الدنيا والآخرة. هو يبقى المال بينفقه عشان يستجلب به السعادة، المؤمن بينفق المال يستجلب به السعادة، بس يشتان بين الأمرين، دي سعادة زائفة، سعادة نقول بتنتهي بتزول، يبقى هي لحظة، لو كان في سعادة هي لحظة، اللحظة فقط دي، لكن غير سعادة المؤمن. النفقة دي بتعود عليه بالسعادة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة نقول سعادة مستمرة مستديمة لا انقطاع لها. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، يبقى حققوا السعادة في الدنيا وسعادة هؤلاء ما زالت موصولة في الآخرة. يبقى لازم نفهم قضية المال، يبقى أنا بطلب المال، بتطلب المال ليه؟ أنا بطلب كده إن ربنا سبحانه وتعالى يمد في عمري، ليه؟ هل يا ترى من أجل الحياة ولا من أجل إيه؟ نقول لا، ده في مهام أمور دينية أتمنى أن أقوم بها ووفق لي قبل أن أموت. فأنا يبقى الواحد نفسه كده يمتد بالعمر، لماذا؟ يبقى هل من أجل الحياة؟ ما هي الحياة؟ أنا أمتد بكم العمر 100 سنة هنموت،
لكن لا من أجل الأعمال أستزيد من الأعمال الصالحة. الدنيا دي هي الميدان اللي احنا نعمل ونتكسب من خلاله وندخل من خلال هذه الأعمال الصالحة، وبالتالي حياتي يبقى لما بيمتد عمر الإنسان يبقى بيستزيد من الأعمال الصالحة، يبقى هدفه كله أن يستزيد من الأعمال الصالحة وينقطع عن هذه الأعمال. يبقى هدفي لما أنا بطلب المال مش عشان أحقق رغباتي ملذات الشهوات، عايز أستمتع بالدنيا، لا، لأن عايز أستمتع بالدنيا استمتاع الإنسان بالدنيا في ترك المعصية وفعل الطاعات. فأنا أتمنى المال حتى أنفقه في سبيل الله، كما بينا حال الصحابة رضي الله عنهم. ذهب أهل الدستور بالأجور، ليه ذهبوا أهل الدستور أهل الغنى ليه ذهبوا بالأجور كده؟ فقال إنهم بيصلوا كما نصلي، يفعل نفس العبادات، لكن هم بيميزوا علينا، يتصدقون بفضول أموالهم. يبقى حصرة الصحابة كان على إيه؟ ما عندهمش مال يتصدقون به، مش عندهمش مال يعني حرم من طعام معين أو شراب معين أو ملبس معين أو مسكن معين، لا، دي ما كانتش قضية الصحابة أبدا رضي الله عنه. لكن كل همه ذهب أهل الدستور بالأجور، أهل الغنى دول ذهبوا بالأجر، الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. يبقى بيفعلوا نفس الطاعات لكن يتصدقون بفضول أموالهم. يبقى دي كانت نظرة الصحابة رضي الله عنه. يبقى علموا حقيقة المال، إن المال ده وسيلة تقرب العبد إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى زي ما أنا أتقرب بالصلاة أتقرب بالنفقة إلى رب المعبود سبحانه وتعالى، ونحسن من خلال هذه النفقة على الضعفاء، على الأيتام، على المساكين، على الأرامل، ينفق في أي وجه من أوجه الخير، ينفق نقول في سبيل الله تبارك وتعالى. وإحنا بنقرأ الآيات ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، تأسير أسير كافر أهو، لكن بيطعموه. يبقى نقول دي من نفقة من نفقاته كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك بيضع المال في كل وجه من أوجه، يحققون من خلال رضا الرب، قضيتهم هو كيف أحقق رضا ربي، وبالتالي كانوا يسخرون هذه الوسائل، يستعملون الوسائل دي من أجل نقول الوصول إلى تحقيق ذلك الهدف. لذلك نادى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون والظالمون، سارعوا بالنفقة قبل أن يدرك الإنسان فيختم على عمله. يبقى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.